إفادة جديدة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، وعلى الرغم من تأكيداته أنه بات على وشك تحقيق تقدم ملموس على صعيد تنفيذ تفاهمات ستوكهولم، إلا أن ذلك لا يزال محفوفا بالكثير من العراقيل، أهمها التفسيرات المختلفة لتلك التفاهمات بين الشرعية وميليشيا الحوثي. أهلا بكم. كان خطاب جريفيث أمام أعضاء مجلس الأمن متفائلا بعض الشيء، وهو يشير إلى بعض التطورات التي حدثت بين الجانبين على أنها تمثل تقدما حقيقيا على طريق تنفيذ الاتفاق. تلك التطورات التي جاءت قبل أقل من أسبوع من تقديم جريفيث لإحاطته تشير إلى أن قطار الحل السياسي لم يعد يتحرك أساسا إلا عندما يصبح المبعوث الأممي بحاجة إلى جديد ينقله إلى مجلس الأمن، بعيدا عن حقيقة كون ذلك الجديد يمثل تقدما أم لا. أكد جريفيث أن العراقيل التي حالت دون تنفيذ الاتفاق لا تزال قائمة، وأهمها ماهية السلطة المحلية التي يجب أن تستلم مدينة الحديدة وملف البنك المركزي، وهو ما يعني أن لا شيء تغير. لكن اللافت في الأمر هو تجاوز جريفيث نقطة الخلاف الأساسية التي أدت في وقت سابق إلى تأزيم الموقف بينه وبين السلطة الشرعية والمتمثلة باعترافه بخطوة الانسحاب الأحادي من جانب ميليشيا الحوثي من ميناء الحديدة. فهل يعني ذلك أنها باتت خطوة شرعية ولم يعد النقاش حولها ممكنا الآن؟ وهل يبدو فعلا أن ملف الحديدة في طريقه إلى الحل؟ وهل الأدوار التي يقوم بها جريفيث لا تزال مساعدة على تحقيق ذلك الحل؟ للنقاش سيكون معنا من الرياض الناشط السياسي محمد السمان، ومن برلين الناشط السياسي سيف الوشلي. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك، وأبدأ معك سيد الوشلي. إلى أين تذهب الأوضاع في الحديدة؟ هل بات تنفيذ اتفاق ستوكهولم قريبا برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك وجميع المشاهدين. نحن نعتقد دائما أن المشكلة والأزمة والصراع في اليمن هو صراع ذات بعد إقليمي ودولي، وهو يتعلق كذلك بقضية السيطرة والهيمنة التي تريدها بعض الدول الإقليمية والدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. لذلك واضح جدا أن الصراع والحرب والعدوان على اليمن هو مرتبط بأجندة دولية، وهذه الأجندة الدولية هي المؤثرة بدرجة فاعلة في حسم هكذا صراع، إما نحو السلام أو نحو استمرار هذا الصراع. نحن نعتقد دائما أن الدولة الأولى الأكثر تأثيرا هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ولو كانت تريد هذه الدول فعلا تحقيق السلام في اليمن وتحقيق اتفاق سياسي لكان هذا الأمر قد تحقق من فترة طويلة. ولذلك فإن تحركات المبعوث الدولي لا يمكن أن تتقدم أو أن تحقق نجاح ما لم تحظى بتحرك أمريكي وبريطاني وسط أروقة مجلس الأمن والأمم المتحدة، بالإضافة إلى الضغط على الدول التي تتدخل بشكل سلبي في اليمن. تفضل بالبقاء معي سيد الوشلي. أنتقل إلى ضيف الآخر سيد محمد السمان من الرياض. أسألك ذات السؤال المشترك، إلى أين تذهب الأوضاع كما تراها في الحديدة؟ هل بات تنفيذ اتفاق ستوكهولم قريبا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولمتابعيك وشاهديك. بداية أقول، دعني أن أقول أن أساس الحل هو الرغبة في السلام. هل لدى الطرف الآخر رغبة في السلام؟ كم فرصة ضيعت جماعة الحوثي من فرص السلام، سواء من جريف إلى السويد إلى الكويت وغيرها وغيرها. المشكلة أن هذه الجماعة ربطت نفسها بمحور إيران وقرارها ليس في يدها، وجاءت فرصة السويد أو اتفاق السويد والذي هو جزء يعني تجزئة الحلول
وهي اصلا فكره مرفوضه، يعني ان تجزأ الحلول، الحلول لا يمكن تجزئتها مع هذه الجماعه المتمرده التي اصلا خرجت عن الاجماع الوطني وانقلبت على الثوابت الوطنيه وانقلبت على مخرجات الحوار الوطني، وكلنا يعرف مسلسل الانقلاب كيف جاء. ثم جاءت فكره اتفاق السويد، وهنا ما يسجل يعني كنقطه ايجابيه لدى الشرعيه انها مع انها جزئيه في الحل او تاتي يعني جزء اتفاق السويد جزء يعني او مقدمه لحل اخر، الا ان هذه الجماعه لم ترغب في السلام ولم يتطبق ولو 1% من اتفاق السويد. ورغم ان المبعوث الاممي غيرفيث يعني يتعامل مع هذه الجماعه بجلال وبانحياز وب يعني لا يريد يعني يدلل هذه الجماعه ولا يرغب ان يتكلم بمصداقيه وبوضوح انها جماعه معرقله لاتفاق السويد وانها لم تنفذ منه شيئا، ومع ذلك يعني تفوت على نفسها وتفوت على الشعب اليمني وتفوت على الوضع الكارثي الموجود في اليمن تفوت فرص السلام. تكمن حل المشكله في رغبه الطرف الاخر ميليشيا الحوثي ان تكون راغبه في السلام وان يكون قرارها بيدها وليس بيد ايران. متى ما توفرت لديها الرغبه في السلام واساسيات السلام عند ذلك سنجد ليس اتفاق السويد فقط بل حتى الافراج عن المختطفين والافراج عن الاسرى والذي هو يحمل طابع انساني لم وجدناها تتنصل منه. فلذلك اتفاق السويد انا اراه، وانا ابن الحديده واعرف مدينتي في الحديده، ان الحديده ما هي الا الان يعني يمارس عليها القهر والكبت وال يعني تنعدم عنها حتى مقومات الحياه على يد هذه الجماعه المتمرده. طيب يعني دعني اجمل ما تفضلت به واسال ضيفي الاخر السيد سيف الوشلي، يعني منذ الاتفاق على تفاهمات السويد سيد الوشلي وجماعة الحوثي تعمل كما أشار السيد السمان وغيره وكثيرون على عرقلة تنفيذ هذه التفاهمات، لكن الآن في الإحاطة بالأمس بدأ المبعوث الأممي متفائلا هذه المرة، هل سنرى استجابة من قبل جانب الحوثيين لتنفيذ التفاهمات واتفاق السويد بشكل عام؟ اولا انا اسال سؤال، يعني في اي عمليه مفاوضات تقودها الامم المتحده من هو او من هي الجهه التي تحدد من هو الطرف المعرقل؟ الجهه التي ينبغي او التي هي يفترض ان يكون رايها هو الراي الحاسم والفاصل في من يعاقل هي الأمم المتحدة أو المبعوث الدولي. المبعوث الدولي لم يتهم يوما من الأيام على أن أنصار الله أو حكومة صنعاء تخاذلت أو تأخرت في دعمها لاتفاق الحديدة أو حتى في المفاوضات الأخرى. هذا كلام واضح من خلال تصريحات كثيرة جدا كانت لمكتب مبعوث الأمم المتحدة، وعلى العكس كانت دائما الإشارات ترمي بالتهمة على حكومة ما يسمى حكومة عبد ربه وكذلك السعودية التحالف الإمارات، هم الذي واضح جدا. حتى كان أبسط مثال الذاكرة القريبة قبل 4 أيام مبعوث الدولي يصل صنعاء والتحالف يستقبله في المطار بقصف المطار بالطيران. يعني لو كان الحوثيين أو أنصار الله والجيش اليمني في صنعاء استهدف المبعوث في أي رحلة له مثلا عند وصوله صنعاء أو عند وصوله الحديدة ماذا كان سيقال؟ فنحن لا نضحك على أنفسنا. المسألة الثانية هو أنهم يقولون على أنه هذا أن الحوثيين لا يمتلكون قرار وأنهم انقلابيين وأنهم عملاء لإيران. طيب نفترض أن هذه الجماعة التي تدعو أنها جماعة صغيرة وأنها عميلة لإيران، أنتم لحد هذه اللحظة ما فشلتم. طيب انتم الان بعد 5 سنوات ماذا تريدون؟ يعني انتم فشلتوا الان في تحقيق اهدافكم.
سواء كحكومة ما يسمى بحكومة شرعية أو حتى ما يسمى تحالف. لماذا لا تعلنوا، لماذا لا تعترفوا بالفشل؟ لماذا تستمرون باستنزاف اليمن واستنزاف أنفسكم واستنزاف الأموال والثروات لكن بالمقابل بالمقابل سيد الوشلي، لماذا تفوت جماعة الحوثي على اليمنيين كما يقول سيد السمان فرص السلام الواحدة والأخرى؟ هذا غير صحيح. أنا ذكرت وعلقت على أن هذا التهم التي تدار من قبل وسائل الإعلام التحالف وكذلك المرتزقة هذه تهم غير صحيحة ولا تمثل الواقع على الإطلاق بأي صلة. واضح جدا، إحنا إذا أردنا أن نكون منصفين واضح جدا أن نعرف من هو صاحب القرار في الحرب أو السلم. صاحب القرار في الحرب والسلم هي الدول التي اعتدت على اليمن. الدول التي اعتدت على اليمن هي السعودية والإمارات، وهي الدولتين الوحيدة التي قادرة على إيقاف هذه الحرب في أي لحظة وفرض عملية سلام ودعم أي عملية سلام. فهناك فرق بين الحقائق وبين المغالطات، ما يقال وما يدعى وما يلفق من تهم هذه مغالطات، وهذا هو في السياسة للأسف أنه يحصل هذا الأمرين. ناس يعني أحيانا تقال الحقيقة وأحيانا تقال المغالطات وعدم ذكر الحقيقة. طيب بوضع الاعتبار لما تفضلت به سيد الوشلي، أسألك سيد محمد السمان، يعني بدأ المبعوث الأممي كما أشرنا متفائلا وهو يتحدث إلى أن اتفاق الحديدة أو يشير إلى أن اتفاق الحديدة في طريقه للتنفيذ، هل فعلا يبدو الوضع هناك مقبلا على حل سياسي؟ دعني قبل أن أجيب على هذا السؤال أن أذكر ضيفك الكريم حول قبل أن تنطلق عاصفة الحزب بعد الانقلاب مباشرة، عمد الطهران على جسر جوي لأربعة عشر رحلة أسبوعيا بين صنعاء وطهران. ماذا يسمى هذا؟ ألا يسمى أن لدى إيران مشروع اختطاف اليمن والتفاخر مباشرة بعد الانقلاب بأن سقطت أو العاصمة الرابعة بيد طهران؟ لا نجلس نغالط أنفسنا وأننا نتغنى بالسيادة ونتغنى نتكلم عن العدوان ونتكلم عن الوطنية ونحن بعيدين كل البعد عنها، يعني نتكلم عن الارتهان ونحن ارتهنا أصلا بإيران. إذا أرادت جماعة الحوثي أن تكون مكونا وطنيا، مكون ينطلق من عمقه العربي وينطلق من محيطه العربي، ينطلق من عروبيته، ينطلق من آلام الناس، من معاناة الناس. وهنا وأنا ابن الحديدة وأعرف الحديدة، دعني أسأل ضيفك من برلين أو من ألمانيا السؤال الثاني: ما الذي قدمته الآن الحديدة تحت قبضة ماذا؟ ميليشيا الحوثي، وهي المهيمنة على مدينة الحديدة. ما الذي قدمته هذه الجماعة للحديدة من خدمات بأبسط مقومات الحياة، سواء الكهرباء، سواء المياه، سواء العون الغذائي؟ أنا ابن الحديدة وأعرف أن الحديدة أن الميليشيا الحوثي تمنع حتى الكهرباء عن أبناء الحديدة، وتقوم ببيعها عبر تجارها في السوق السوداء بمئات الريالات. كان الكيلو قبل الانقلاب بأربعة ريال، وكان أبناء الحديدة بسبب أن وضعهم الاقتصادي ومعيشتهم صعبة لا يستطيعون شراء الكهرباء بأربعة ريال. الآن هذه الجماعة تبيع الكيلو بأربعمائة ريال عبر تجارها في السوق السوداء، ثم يأتي يتكلم لي عن الحديدة ووضع الحديدة، وأنهم لو كانوا حريصين على السلام أو على اتفاق السويد الذين هم فرحين باتفاق السويد. طبعا هي لم تذهب إلى السويد إلا من أجل أن تتجنب هزيمة ساحقة كانت على الوشك أن تحل بها في الحديدة، فلجأت إلى اتفاق السويد من أجل أن تتجنب هذه الهزيمة كتكتيك منها، ومن أجل ماذا؟ إعادة تموضعها. فأوعزت إلى شركائها سواء هنا أو هناك من أجل ماذا؟ أدركون باتفاق. فجاء ومع ذلك ذهبت الشرعية والحكومة الشرعية من حرصها، ولأنها دولة تتعامل من منطلق مسؤولية ومن منطلق حرص على ورغبة في السلام، ومن منطلق ماذا؟ حرصها على أبناء الشعب من أجل أن تخلصهم من هذه الجماعة التي تعاملت معهم بالقهر والكبت والسجن وكبت الحريات.
ذهبت الى السويد من اجل ماذا؟ حقنا للدماء ورغبه في السيناء ورغبه في طيب على 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 ماذا يبني المبعوث الاممي تفاؤله الان فيما نعم. يتعلق باتفاق الحديده؟ هل اما عن التفاؤل نعم اما عن تفاؤل غير فيه. يعني نحن يعني نستغرب هذا التفاؤل او هذه الاحاطه، يعني هي كسابقتها من قبل غيرفت شهد شهادة زور أمام مجلس الأمن وأنه تم تسليم الموانع، تم تسليمها نعم، تم تسليمها، تم تسليم الموانع من ميليشيا الحوثي لجماعة الحوثي وأدوا الصرخة. يعني نسي فقط نسي المبعوث أن يضع بين حياطته وتم إداء أداء الصرخة بمعيتنا. لا نضحك على بعض، يعني لم تم تسليم الموانئ لمن؟ يعني تم تسليمها من ميليشيا الحوثي لجماعة الحوثي، كما حصل من قبل أيام الانقلاب تم تسليم المعسكرات، يعني استلام وتسليم. يعني ذكرتنا تسليم الموانئ بتسليم المعسكرات أيام الانقلاب ما كان من تواطؤ في تلك الأيام. فالشاهد أن تفاؤل المبعوث الأممي يعني للأسف الشديد لم ينفذ من اتفاق السويد ولو 1%، حتى ملف الأسرى وملف المختطفين الذي هو يحمل قرار إنساني لم نجد في إحاطة المبعوث أن ذكر حتى إدانة صريحة وواضحة لجماعة الحوثي حول تصفية المختطفين المدنيين الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام. هم مدنيون تم يعني إصدار أحكام تصفية لأن هذه محاكمات غير شرعية وصدرت من جهة غير ذات شرعية. نعم. أنقل النقطة التي تحدثت عنها فيما يتعلق بخطوة الانسحاب الأحادي وأسألك فيها سيد الوشر، يعني الآن عندما تقوم جماعة الحوثي بالانسحاب الأحادي تسلم الميناء لقوات أمن تابعة لها، ألا تناقض ذلك بهذه الخطوة الاتفاق الذي ينص على تسليم الميناء أو تسليم الميناء نعم لقوات أمنية تتبع السلطة المحلية كما هو في القانون اليمني؟ كيف يمكن القول إذن أن الحوثيين يعملون على تنفيذ الاتفاق؟ أولا، ما هي السلطة المحلية؟ السلطة المحلية هي التي تتمتع بالوطنية وعدم الانجرار في مشاريع تخريبية وارتزاقية وتآمرية مع الخارج. لا يمكن لأي يمني أن يقبل بأن تسلم أي ميناء من الموانئ أو أي أرض من الأراضي لأي طرف لا يمتلك وطنية وهو يخدم مشروع خارجي يراد له تمزيق اليمن. صديقك تكلم عن أن ماذا قدم الحوثيين لأبناء الحديدة وتكلم كثير حول الموضوع، ولكن كلامه ذكرني بنفس كلام بعض الفلسطينيين الذين عندما إسرائيل تحاصر قطاع غزة ويحملون المسؤولية حركة حماس في قطاع غزة أنه ماذا قدمت غزة، وهم مشاركون الأحزاب السياسية الأخرى الفلسطينية مشاركة في حصار غزة، وثم تقول ماذا قدمت حماس لأبناء غزة، ماذا قدمت حماس؟ أنت يعني ضيفك المتحدث ما أعرف يعني على من يعني يخدع نفسه أم من يخدع لا أعرف. على كل هذه القصص الشعب اليمني أصبح على بصيرة ويعرف. ثانيا، هو تحدث عن عدوان أو عفوا تحدث عن تدخل إيراني. طيب أنت كيمني هل يمكن أن تقبل أنه إذا السعودية لها خصومة مع تركيا بأن تأتي تحارب اليمن بحجة أن هناك أصدقاء لها في اليمن مثلا الإصلاح والإخوان المسلمين أصدقاء لتركيا، حصلت خصومة بين تركيا والسعودية، هل أنت كيمني تقبل بهذا التدخل بحجة أن السعودية عندها خصومة؟ لكن أليس هناك فرق ما بين اتصال جماعة بشكل مباشر مع إحدى الدول وما بين طلب الحكومة الشرعية التدخل المعترف بها دوليا، التدخل من قبل دولة جارة وفقا للمواثيق والتعهد يعني المعاهدات الدولية؟ معروف صلاحية أي رئيس في العالم، هي ليس لا يوجد صلاحيات مطلقة لأي رئيس في العالم. الآن الرئيس، هل بإمكان أي رئيس في العالم أن يخون وطنه؟ ولو كان رئيس، لا يحق لأي رئيس أن يخون بلده، لا يحق لأي رئيس في العالم
أن يجلب عدوان على بلده، فعلى من نخدع أنفسنا؟ ماذا نخدع؟ هذه أنا أقول لك يا أخي، هذا الكلام يكرر منذ 4 سنوات أو 5 سنوات، وإعلام التحالف وإعلام بعض المرتزقة لا يزال يكرر. ألا يعني ما سئموا من هذا الحديث؟ ما سئموا من هذه الفزاعات؟ ألا يعرفون أن الشعب اليمني يتابع ويتأمل ماذا قدم التحالف للشعب اليمني في الجنوب؟ الأراضي الآن التي يسيطر عليها ماذا قدم لهم؟ هذا هو الذي نطرح. طيب الآن التحالف ليس موضوع الآن. التحالف ليس موضوع الآن سيد الوشري. أعود إليك. دعني في هذه النقطة أعود إلى يعني. إحنا نتكلم. دعني أعود بنقطة إلى سيد محمد السمان سيد الوشري. جريفيث ذكر سيد السمان جريفيث ذكر أن العراقيل التي كانت تعيق تنفيذ اتفاق ستوكهولم لا تزال قائمة، لكنه في المقابل لم يشير إلى خطوة الانسحاب الأحادي على أنها خطوة غير شرعية. هل يعني هذا يعني أن تلك الخطوة التي كانت تعارضها الحكومة أصبحت بحكم الأمر الواقع؟ كيف تتعاملون مع هذا الأمر؟ رسالة الرئيس هذه واضحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وذكر فيها أن مهام وممارسات المبعوث القومي السابقة ممارسات غير مقبولة، وهي تبين أنه لا يتعامل بحيادية وإنما بانحياز إلى الطرف الآخر الانقلابي ويريد. لكنه استقبله بالرياض قبل أيام. نعم. لكن هادي الرئيس هادي استقبل جريفيث في الرياض قبل أيام. نعم دعني أكمل الفكرة فقط. هو نعم، فبعد الرسالة الرئيس هذه الأخيرة والتي كان فيها واضحا مع الأمين العام وأن المبعوث الأممي يعني جميع ممارساته السابقة غير مقبولة، هنا تركت الحكومة والرئاسة فرصة أخيرة للمبعوث الأممي حتى يصحح مساره. في حال أن المبعوث الأممي استمر على نفس هذا الأسلوب لتسويق الوهم والزعم أن هناك تقدم ولا يوجد أي تقدم، دعني أضرب المثل السابق الذي ذكرته وهو ملف المختطفين والأسرى. الآن الذين تمت محاكمتهم أو إصدار أحكام التصفية وهم مدنيون تم اختطافهم من بيوتهم ومن منازلهم وتجري محاكمتهم ولم يتم حتى السماح لبعضهم بأن يتواصلوا مع أهلهم. هذا الملف الذي هو موضوع ضمن اتفاق السويد ووضع على الملف الطاولة وهو يحمل جاز طابع إنساني، لم نسمع للمبعوث الأممي أنه يعني تكلم بزجر للطرف الآخر في تنديد واضح في يعني يدين هذه العمل أو يدين هذا، ولم يذكر حتى في إحاطته ذلك. ألا يدل ذلك على أن المبعوث الأممي يتعامل بدلال ويتعامل كذلك بأجندة خاصة يريد أن ينفذها بعيدا عن قرارات مجلس الأمن؟ مهمة غير واضحة وهو تنفيذ القرار 2216 الذي ينص على إنهاء الانقلاب وتسليم الأسلحة وانسحاب الجماعة الحوثي من المدن ونفي العاصمة صنعاء، لم نسمع معه أنه تكلم عن ذلك. ثم ضيفك الكريم يتكلم يعني عن العدوان وعن عن يا أخي يعني الانقلاب جاء قبل أن تأتي عاصفة الحزم. عاصفة الحزم انطلقت إلا بعد مدة من انقلاب هذه الجماعة المتمردة على الإجماع الوطني، على وثيقة الحوار الوطني، على مخرجات الحوار الوطني الذين كانوا هم جزء أصيل في الحوار الوطني رغم أنهم كانوا يحملون السلاح. وهذا خطأ استراتيجي. جماعة تمارس العنف في صعدة، تقطع صعدة عن الجمهورية وثم تزحف إلى الجو، ثم تذهب تحاصر أبناء دماج، ثم تقعد على طاولة الحوار الوطني. وهذا كان خطأ استراتيجي. من يريد الحوار وبناء مستقبل الأجيال وبناء مستقبل اليمن لا يمكن أن يمارس العنف والإرهاب على أبناء اليمن. الآن الصحفيون يعني معتقلون مختطفون، الكبت والقهر تحت حتى من هم معهم، يعني من كانوا معهم في صفهم في يوم من الأيام غدروا بهم على رأسهم الرئيس صالح رحمه الله تعالى. يعني وجدنا كيف أنهم غدروا به رغم أنه كان معهم ومن هيئ لهم الطريق. فجماعة تتعامل بهذا النفس الطائفي وبهذا الغدر وبهذه يعني كيف يمكن أن نأمنها على اليمن؟ لا بد عليها إن أرادت أن تكون مكونا وطنيا مثلها مثل بقية المكونات أن تتحول إلى حزب سياسي. وهنا أسأل ضيفك، هل تستطيع جماعة الحوثي أن تتحول إلى مكون سياسي؟ هي لا يمكن أن تتحول إلى مكون سياسي، وهذا جوابي قبل أن
ضيفك لأنها تعلم حجمها الطبيعي وأن ليس لها أي حاضنة شعبية في المجتمع اليمني. فيما يتعلق بالحديث عن المأساة الإنسانية بشكل متكرر في الحديدة واليمن بشكل عام سيد الوشلي، هذا الأمر كثير ما يعني تسوقه جماعة الحوثي داخليا وكذا خارجيا عبر يعني مجتمع حقوق الإنسان الدولي، لكن كيف يفهم التركيز على هذا الأمر في المقابل الحديث على استمرار التحشيد للجبهات، رفض تقديم تنازلات لتحقيق حل سياسي؟ يعني إذا كان الحوثيون مهتمون حقيقة بالمأساة الإنسانية التي تحدث في اليمن، لماذا لا يقدمون تنازلا لإنهاء هذه الحرب؟ أنا أسألك سؤال، القضية الفلسطينية يعرفها الجميع، كم قدم الفلسطينيون تنازلات في كل المفاوضات؟ أنا أقول لك يا أخي، الصراع في اليمن هو صراع خارجي، تدخل خارجي، وصراع هيمنة كذلك على اليمن، وصراع كذلك هناك تصفية حسابات. لكن ما حدث في سبتمبر كان قبل أن يعني تتدخل، وقبل أن يعني يتدخل التحالف في اليمن، وأن يبدأ ما يعرف بعاصفة الحزم. المشاكل السياسية تحدث، حدثت مشاكل سياسية في الثمانينات في الجنوب، حدثت مشاكل سياسية اليمن مثله ومثل أي بلد في العالم، تحصل خلافات ومشاكل وصراعات داخلية. هل هذا أي صراع حصل الآن في الثمانينات في اليمن، هل يعطي هذا مبرر للدول الخارجية أن تتدخل في حرب وعدوان على اليمن؟ هل حرب 94 كانت تعطي مبرر لأي دولة في العالم أن تتدخل بشكل مباشر في حرب على اليمن؟ هل الخلاف الذي حصل أو محاولة اغتيال علي عبد الله الصالح الذي اتهم فيها الإخوان المسلمين، هل هذا كان يعطي مبرر لتدخل دول خارجية في الشأن اليمني؟ لا نخدع أنفسنا، نحن الآن في اليمن كيمنيين يتم تصفية حسابات بعض الدول الإقليمية، وحتى بعض الدول الكبرى تصفي حساباتها في اليمن، ونحن اليمنيين كضحية. هذا صديقي ضيفك الكريم يتحدث عن على أن الأمم المتحدة والمبعوث المتقاذل، وأنه يعني غير منصف. يعني إلى حد هذه اللحظة ألم تقتنع بعد على أن هذه الأمم المتحدة والدول الكبرى ضحكت عليكم وخدعتكم، واليوم أنتم تشكو وتبكوا منها؟ ضحكت عليكم وقالت لكم أنتم الشرعيين ولازم تحاربوا ولازم كذا ولازم تعملوا كذا، واليوم أنتم تشكون وتبكون منهم. ما تعلمتوا؟ ألم تتعلموا بعد على أنه يتم استخدامكم واستخدام بعض المسميات مثل مصطلح الشرعية لتدمير اليمن وتخريب اليمن وتصفية بعض الحسابات الإقليمية والدولية، وحتى من ضمنها محاربة اليمن كونه أراد أن يبني دولة بعد أحداث الربيع العربي؟ واضح جدا أن الشعوب العربية، أي بلد عربي قام بشاركة في ثورات الربيع العربي يتم التآمر عليه بأي طريقة، تحت مسمى شرعية، تحت مسمى صراع داخلي، تحت مسمى صراع طائفي، تحت يعني على سبيل المثال ليبيا الآن يتم تخريبها وتدميرها عبر دعم كيانات لا يوجد هناك لا شيعة ولا سنة ولا إيران ولا هم يحزنون ولا شرعية ولا عدم شرعية. يوجد هناك الآن نفس الدول هذه اللي هي تقود الحرب والتخريب في اليمن، هي نفس الدول اللي تقود الحرب والتخريب داخل ليبيا. إلى متى أخي اليمني تبقى لا تتعلم ولا تستفيد؟ وإلى متى تستمر في أن تخدع نفسك وتخدع الآخرين؟ ما رأيك سيد سمان؟ فقط أذكر جزئية واحدة فقط لضيفك من ألمانيا حول معاناة الحديدة فقط، يعني مدى يعني تعاملها على يعني تتغنى على جراح أبناء الحديدة، وبشهادة عضو مجلس النواب المختطف منهم الذي شهد أمام جلسة علنية في البرلمان
عن حجم المليارات التي تم مصادرتها من صندوق. طبعا هم يتغنون على آلام أبناء الحديدة، وأنا ابن الحديدة وأعرف مدى معاناة أبناء الحديدة. قبل سنتين أصدرت هذه الميليشيا قرار بأن ينشأ صندوق لدعم كهرباء الحديدة. قالوا كيف يتم إنشاء يعني دعم هذا الصندوق؟ قالوا بفرض رسوم إضافية على كل لتر بنزين أو لتر ديزل أو لتر يدخل من المشتقات النفطية عبر الميناء، إضافة رسوم إضافية، وهذا المبلغ قالوا يذهب إلى كهرباء الحديدة حتى نوفر الكهرباء للحديدة. بلغ ميزانية الصندوق إلى قبل أشهر أكثر من 17 مليار. هذا الكلام لا أذكره أنا، يذكره عضو مجلس النواب الذي مختطف من قبلهم، يذكره في جلسة علنية وهو يقول يطالب أين ذهبت هذه المليارات وأين ولماذا تم مصادرتها، وقال مصادرتها وأنا أقول سرقتها. لماذا تم سرقة هذه الأموال؟ لماذا لا يتم توفير الكهرباء للحديدة؟ هذه جزئية واحدة فقط. ماذا عن مصادرة قبل يومين تم مصادرة أو المركز الصحي للأورام الصحية الذي يقدم خدمات وهو مركز صحي خاص ليس حكومي على نفقة أهل المحسنين من التجار أبناء التجار الذين موجودين في الحديدة، تكفلوا بعلاج من يحتاج العلاج بالأورام السرطانية، تم مصادرة هذا المركز وميزانيته وأدواته وضمه إليهم. يعني أنا ماذا أذكر لك عن معاناة الحديدة؟ ثم يأتي يتكلم كان هناك صراع خارج صراع دا خارجي وهيمنة خارجية. يا أخي بلا شعارات وبلا كلام فاضي. يعني أين كانت عاصفة الحزم أو كان تدخل الأشقاء قبل انقلابكم؟ كان الناس يؤملون بيمن اتحادي بمخرجات حوار وطني. الناس كانت أنفسهم تتوق إلى نظام الأقاليم. حتى أبناء الجنوب فرحوا فرحا شديدا بأن سيكون لهم مشاركة في الثروة في السلطة. أبناء حضرموت أنا وأنا ابن الحديدة فرحت بنظام الأقاليم بأنه سيكون لمشاركة في الثروة والسلطة، ولكن هو الموضوع هو عبارة عن ارتهان ورأي يعني وارتباط أجندات خاصة مع إيران حتى لا يعني يصبحوا خاطرة في يعني تنفيذ خاصة في الوطن العربي لتنفيذ أجندات إيران. وماذا حتى يبعدوا اليمن عن محيطه العربي؟ نحن نقولها بكل وضوح، اليمن الجمهورية اليمنية هي جمهورية هي عربية إسلامية، محيطها العربي مرتبطة بمحيطها العربي، لا يمكن أن تكون مرتبطة بمشروع إيران في المنطقة. مشروع إيران في المنطقة مشروع تدميري، مشروع يريد هيمنة على المنطقة، مشروع تصدير ثورتهم المشؤومة ثورة الخميني من أجل ماذا؟ استنساخ تجربتهم في اليمن. لن تكون له فائدة لأنهم ارتبطت ماذا بمشاريعهم بمشاريع إيران. متى ما كانت مشاريعهم وطنية وتنطلق من ثوابت وطنية ومن هوية وطنية وتحرص على الأرض وعلى كمان هوية الناس، هنا سيقبل بهم الناس عندما تحولوا ماذا إلى مكون سياسي. طيب فيما يتعلق بنقطة الآن وهي مسألة عودة القتال، أسألك سيد سيف الوشل، يعني الآن قبل أن يذهب الطرفين إلى ستوكهولم كانت قوات الشرعية على حدود الحديدة، كادت أن تقتحم الحديدة لولا بدء جولة المشاورات، وكانت هناك يعني حالة طوارئ عالمية ربما قبل ذلك. الآن فيما لو عاد القتال هل ذلك في مصلحة الحوثيين برأيك؟ يا أخي القضية ليست مصلحة الحوثيين، القضية قضية وطن. أنا بغض النظر عن موضوع الحديدة أو غير قضية الحديدة، لأن القضايا الوطنية الكبرى هي قضايا تخص اليوم موضوع عن الحديدة. دعنا في الحديدة سيد الوشري. نعم أنا أتحدث حتى عن الحديدة، يعني نقيس ذلك كمثل. ضيفك يقول أن الانقلابيين الذي أسماهم في صنعاء سيئين وكذا وكذا وكذا. طيب يا أخي نفترض يعني جدلا كلامك صحيح، طيب يا أخي أنت أقنعني، ماذا قدم التحالف في المناطق الذي تسمى محررة؟ ماذا قدمت حكومة عبد ربه للمناطق المحررة والتي لا يوجد عليها حصار ويوجد لها دعم ويوجد هناك نفط في الجنوب يستخرج وثروات يعني وضرائب من الموانئ ومن مطار عدن ومن دولة هناك لديها ميزانية متكاملة ويسيطرون حتى على يستخرجون ويبيعون حتى النفط في
في مأرب. إذا كل ثروات البلد بيد هذه الحكومة الذي تسمى حكومة عبد ربه، وكذلك التحالف العربي يدعي أنه يساند اليمن وأنه يدعم وأنه يعطي المليارات. أين هذه الأشياء كلها؟ أين الخدمات الذي قدمها التحالف أو قدمتها ما تسمى حكومة عبد ربه؟ أين هذا؟ إذا أردت سيد الوشلي، سؤالي كان عن الحديدة. سؤالي كان عن الحديدة، يعني خروجك عن السؤال قد عن الإجابة عن هذا السؤال قد يفسر لدى السادة المشاهدين على أن هناك ضعف في ذلك. أنا أسألك الآن، عودة القتال في الحديدة هل هو من مصلحة ميليشيا الحوثي التي يقول كثيرون أو يكاد يجمع الكل على أنها أنقذت باتفاق ستوكهولم أو بتفاهمات ستوكهولم؟ نعم، أولا كلامك مع احترامي غير صحيح يعني، والحقيقة هي معاكسة تماما يعني. بالعكس، اتفاق ستوكهولم هو أتى لإنقاذ السعودية والإمارات من معركة كانت لو دخلت فيها لكانت يعني خسرت خسارة كبرى في المال والعتاد والجنود وما أشبه ذلك، كانت ستكون أكبر عملية استنزاف للتحالف، وكذلك ربما كان سينتهي المطاف بانهيار للعمليات العسكرية التي يقودها التحالف وكذلك المرتزقة. إذن واضح، من الواضح جدا أن اتفاق ستوكهولم هو أتى لتجنيب هذه الدول التي هي السعودية والإمارات وقوعها في فخ وفي مستنقع، و كذلك حتى لا تقع لها هزيمة كبرى. ولذلك واضح جدا أن هذه المفاوضات تمت، وإلا لو كانت السعودية والإمارات يعني تعلم اليقين وكذلك أمريكا تعلم اليقين أنها قادرة على حسم المعركة في الحديدة، وهي على أساس أنها تمتلك المال والسلاح والتكنولوجيا، لو كانت هي قادرة لما ذهبت إلى ستوكهولم؟ هذا أمر واضح جدا. طيب، لا يحتاج كثير. أنقل النقطة كما قلتها إلى السيد السمان. سيد السمان، إذن لو كانت يعني الحكومة الشرعية ومعها حلفاء قادرين على الاستكمال في هذه المعارك لكانوا دخلوا الحديدة وما ألقوا بالا للضغوطات الدولية، لكن ما حدث حدث. والآن ألا ترى يعني أنه يجب الوصول إلى لحظة ما إلى تفعيل العمل السياسي، أن تقبل الحكومة الشرعية بما يقدم لها من مائدة المفاوضات، على أن يعني خصوصا مع وجود شواهد على الأرض، إعلان انسحاب القوات الإماراتية، الحديث عن أن الاستراتيجية الإماراتية القادمة هي استراتيجية السلام أولا، هناك ما يبدو على أنه تصريحات من قبل حلفاء الحكومة الشرعية تأخذ منحى السلام الآن. دعني أقول لك أخي الكريم أن منذ توقيع اتفاق السويد، وأن هذه جماعة الحوثي أو ميليشيا الحوثي لم تتوقف يوما واحدا عن انتهاك هذا الاتفاق. يوميا هناك الانتهاكات وهناك الخروقات وهناك الزحوفات تجاه يعني مواقع الجيش الوطني والمقاومة السهامية، هناك المقذوفات على المدنيين الآمنين، هناك يوميا تلغيم واستحداث متارس جديدة وأنفاق جديدة. فمتى كان أصلا هذه الجماعة التزمت في اتفاق السويد؟ يعني إذا حسبنا أو عدد الخروقات التي يعني قامت بها هذه الجماعة سنعرف أنها أصلا لم تلتزم باتفاق السويد، هي فقط ذهبت باتفاق السويد من أجل ماذا؟ أن تتجنب هزيمة ساحقة. أما قوله أن قوات التحالف ليست قادرة، يا أخي الذين على فخوم مدينة الحديدة هم من المقاومين من الجيش الوطني من أبناء الحديدة. استمرت معركة الحديدة فقط عدة أيام، وهذا يدل مدى رغبة أبناء الحديدة في تحرير مدينتهم، لولا أنهم جنحوا إلى السلام. جاءت الأوامر من القيادة السياسية، من الرئيس هادي، من الحكومة الشرعية، إلى قوات الجيش الوطني، إلى المقاومين السهاميين الذين على فخوم الحديدة، الذين يرون منازلهم ويرون كذلك ميناء الحديدة، أن توقفوا ودعوا فرصة للسلام. وهنا نسجل موقف إيجابي لقوات الجيش والأبناء المقاومة السهامية والأبناء المرابطين على فخوم مدينة الحديدة، أنهم ملتزمون ويرغبون في السلام. ولكن
إذا هذه الجماعة فوتت هذه الفرصة للسلام وفوتت على نفسها فرصة السلام ولم ترغب في السلام، أبناء الحديدة والمرابطون على مدينة الحديدة لن يستمروا طويلا، سيقدمون على تحرير منازلهم، على تخليص الناس من هذا الجحيم الذي يعانونه. فلا يتغنى صاحبك أو ضيفك في المقابل على أنهم لا يستطيعون الدخول، الناس يرغب في السلام ولكن الطرف الآخر لا يرغب في السلام، يحسب أن السلام عبارة عن ضعف، يحسب أن السلام عبارة عن التمايز الطبقي الذي يرسخونه بين المجتمع سيد وعبد وتمايز طبقي وأن لهم الحق الإلهي. يا أخي أبناء الحديدة كان يعرف عنهم أنهم أهل السلام وراغبون من يرغب في السلام، ولكن إذا كان هذا السلام سيفهم على أنه تكريس للعنصرية، وهنا دعني أضرب لك مثل فقط وأنا مطلع حتى على مستوى التوظيف لأبناء الحديدة، يستخدمون كوادرهم من خارج أبناء الحديدة ويوظفونهم في الحديدة، حتى على مستوى الميناء، على مستوى شركة النفط، حتى على مستوى شركات الأمنية الخاصة التي تقوم بضبط حراسة الأمن أو ما شابه ذلك، يأتون بكوادر من خارج الحديدة ويقصون أبناء الحديدة. عن أي ماذا يتكلم هذا؟ عن عنصريتهم أم عن قهرهم لأبناء الحديدة أم عن خروقاتهم أم عن المقذوفات التي يرمونها كل يوم على المدنيين أم عن الطرق التي يفخخونها؟ لا يتكلم عن السلام وهو بعيد بعيد كل البعد عن السلام. الآن فيما يتعلق بالخيارات بالنسبة لجماعة الحوثي سيد الوشلي فيما سيأتي من الأيام وبعد هذه الإحاطة الأممية وبعد التجديد للتمديد لفترة يعني الرقابة على تنفيذ اتفاق ستوكهولم وإعادة الانتشار، كيف ترى أن الوضع سيكون في الحديدة في مقبل الأيام؟ نعم، هو كما ذكرت لك في بداية المقابلة أن الصراع في اليمن والحرب على اليمن هي ذات أبعاد إقليمية ودولية، والقرار مرتهن ارتهان كامل بهذه الدول التي هي قررت هذه الحرب وهذا العدوان. لكن هذا يفترض أنكم تعولون على إيران بشكل كبير أيضا. على إيران كيف يعني؟ اشرح لي كيف نعول على إيران والبحار كلها محاصرة والموانئ كلها محاصرة والسفن كلها تفتش والموانئ كلها مقفلة؟ أقنعني بالمنطق، كيف إيران تدعم أنصار الله في اليمن؟ لا لا لا، الكلام المنطقي يفهمه الشعب اليمني. هذه ادعاءات كما ذكرنا لك كما ذكرت في مقابلتي أنها ادعاءات واتهامات فقط لتبرير مخططات خارجية لتدمير اليمن وتخريب اليمن. وطبعا مرور الأيام تكشفت كل حاجة الآن، وكما ذكرت لك التحالف الذي ادعى أنه أتى من أجل دعم اليمن ماذا يعمل في الجنوب الآن؟ ماذا يعمل في بقية في أغلب المحافظات الجنوبية والشرقية وفي مارس والتخريب والفوضى ودعم أحزاب ضد أحزاب أخرى وقوى وقبائل ضد قوى أخرى؟ هذه هي الحقيقة التي يجب أن نسلم لها. نحن لا نقول أن أنصار الله ملائكة ولا أن الحكومة الشرعية في اليمن هي حكومة يعني ليست لديها أخطاء، هذه أشياء طبيعية جدا أن يكون هناك أخطاء، ولكن هناك فرق بين الأخطاء في إدارة البلد وهناك فرق في من يتعاون مع دول معادية تخرب الوطن. هنا أنا القضية طيب، هنا فرق من يتعاون إذن مع دول معادية تخرب الوطن؟ أنقل هذه النقطة إليك سيد السمان، يعني الآن ما هي الخيارات لدى الحكومة الشرعية في نهاية المطاف مع هذه التحركات الدولية، تحركات جريفيث، السعي والدفع تجاه الحل السياسي وأيضا النزوع الإقليمي لدول التحالف نحو التهدئة كما يبدو؟ يا عزيزي، الخيارات قبل أن أتكلم عن الخيارات أمام الحكومة هي 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 فرصة لهذه الجماعة أن تلتقطها وأن تجنح للسلام. ليس من منطلق الضعف للطرف الآخر الشرعية، إنما من منطلق الحرص، من منطلق تجنيب البلاد مزيد من الانزلاق نحو الهاوية، من منطلق الحرص على دماء اليمنيين. عليهم أن يلتقطوا هذه الفرصة وهذه وخيار السلام وأن يجنحوا للسلام، ولكن
السلام الحقيقي الذي يكون الناس كلهم تواسية، لا يكون هناك مكون محتفظ بالسلاح ويتقوى به في العملية السياسية. من أراد أن يمارس العملية السياسية فليمارس العملية السياسية من طرقها الصحيحة بيننا وبين جماعة الحوثي الصندوق. إن أراد أن يحكم، إن أرادت أن تحكم ميليشيا الحوثي فعليها أن تأتي عبر الصندوق، أما أن تدعي حقا إلهيا أو أن تمارس القوة والكبت والقهر على أبناء الشعب فهذا شيء مقبول، فعليها أن تلتقط فرص السلام. في حال أن هذه الجماعة لم تجنح للسلام ولم ترغب في السلام ولا تريد السلام وربطت قرارها بإيران وأن أنها لن تجنح إلا إذا جاءت الأوامر من إيران، هنا سنقول لها أنها فوتت على نفسها الفرصة وفوتت السلام على نفسها، وستتخذ هنا الخيارات الحكومة الشرعية ستتخذ الخيارات ربما تكون التي هي تسعى إلى أن تتجنبها، خيار الحاسم خيار العسكري والذي لا نحدده نحن ولا يحدده الجميع، وتحدد الجميع يحدد خيار السلام وهو خيار استراتيجي. ولكن شكرا لك إذن الطرف الآخر عن السلام ربما تلجأ الحكومة والشرعية والأحرار والمقاومون إلى انتزاع ما تبقى من أرض تحت هذه الجماعة. النشط السياسي أستاذ محمد سمان كنت معنا عبر الهاتف عبر سكايب من الرياض، شكرا جزيلا لك، كما هو شكر موصول إلى سيد سيف الوشلي الناشط السياسي كان معنا عبر الهاتف من برلين، ولكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.